السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح طريقة تغيير المكيف من وضع التبريد إلى وضع التسخين في فصل الشتاء. أولا إخواني، المرجو للاشتراك في القناة إذا أعجبكم الفيديو ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. أولا إخواني الكرام، سوف نقوم بتشغيل المكيف بهذا الزر الغني عن التعريف، زر أون أوف، موجود في جميع المكيفات. بعد ذلك إخواني الكرام سوف نتوجه إلى هذا الزر، زر مود، وكذلك موجود في جميع المكيفات. نقوم بالضغط حتى تظهر لنا هذه العلامة، علامة الشمس. لاحظوا مع الإخوان الكرام، هذه علامة الشمس، هذه هي العلامة الخاصة بوضع التسخين. ثم بعد ذلك نقوم برفع درجة الحرارة إلى 30، ثم نقوم بتشغيل المكيف. هذه إخواني الكرام هي طريقة تغيير من وضع التبريد إلى وضع التسخين. إخواني الكرام، إذا أعجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.